السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، بتكونوا دايما بخير. وقدم لكم اسعار الدولار والعملات ليوم الاربعاء 28/2/2024 تحديث على مدار الساعة لاهم اسعار الدولار والعملات في السوق السوداء، سعر الدولار في البنوك. فضلا وليس امر، اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. اسعار الدولار في البنوك 30 جنيه 85 قرش، البيع 30 جنيه 90 قرش. سعر الدولار والعملات في السوق السوداء جنيه استرليني 64 جنيه 46 قرش، البيع 64 جنيه 96 قرش. دينار ليبي 10 جنيه 51 قرش، البيع 10 جنيه 71 قرش. دينار بحريني 134 جنيه 77 قرش، البيع 139 جنيه 76 قرش. ريال عماني 131 جنيه 94 قرش، البيع 136 جنيه 95 قرش. دينار أردني 71 جنيه 65 قرش، البيع 73 جنيه 15 قرش. دينار كويتي 165 جنيه 8 قروش، البيع 170 جنيه 9 قروش. ريال قطري 13 جنيه 95 قرش، البيع 14 جنيه 16 قرش. درهم إماراتي 13 جنيه 83 قرش، البيع 14 جنيه 4 قروش. ريال سعودي 13 جنيه 55 قرش، البيع 13 جنيه 75 قرش. اليورو 55 جنيه 12 قرش، البيع 55 جنيه 62 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء شراء 50 جنيه 78 قرش، وسجل البيع 51 جنيه 5 قروش. ارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء من جديد، نتمنى يكون ارتفاع مؤقت ويثبت على حاله، مش يطلع على 70 و60 جنيه. بشكركم اخواتي، في الختام دايما نتمنى الخير لبلدنا، بتمنى الخير لحضراتكم. اللهم امين على كل دعوة في قلوب حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم يا رب في امان الله ونعمته.